أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا المتواجد معانا دائما أستاذ فهد عبد الجليل بوخازي، مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة، وأنا سعيد تواجدي معاك خلال هذا البرنامج. واليوم حقيقة راح نتكلم عن هذه المجلة، هي مجلة الرياضي وما تحمله من أخبار عن تاريخ الحركة الرياضية في الكويت والمنطقة بشكل عام. هذا العدد بفهد 3 نوفمبر عام 1984، السعودية والإمارات إلى سنغافورة، نجوم العرب في اعتزال العصفور. وهذا النجوم حمود سلطان وصالح النعيمة، إبراهيم يوسف لاعب الزمالك المعروف، عبد العزيز عنبري ومنصور مفتاح. الكابتن الخلوق ابو عبد الله، الكابتن صالح العصفور، من يعني اللاعبين المميزين اللي صراحه وفاء لنادي نادي السالميه، هو محبوب جمعه، استمروا مع النادي لما صعدوا منصات التتويج في 81 في دوري من اجمل الدوريات او المسابقات اللي قدمها نادي السالميه. قدر يحصد الدوري في مباراه فاصله الكل يعرفها في استاد كاظمه لما فاز العربي بركلات ترجيح 4-2. طبعا هنا يتكلم عن اعتزال الكابتن صالح العصفور، كان من اجمل مباريات الاعتزالات اللي صارت. يعني احنا بنسوي حلقات عن مجموعه من المباريات المميزه في الاعتزالات، اعتقد اعتزال صالح العصفور من المباريات المميزه، شاركوا فيه مجموعه من دول الخليج، ايضا بالاضافه لنجوم الكويت، حمود سلطان شارك المصيبيح، فهد المصيبيح، وصالح النعيمه شارك، منصور مفتاح شارك، ايضا عبد العزيز العنبري وقتها ما كان في المنتخب، كان موجود في جمهوريه مصر العربيه ورجع 3 ايام وما شاء الله عليه، وسعود قوى الجولين، كان معتذر عن المنتخب بعد الجولين، يقول لك لوبيز قال لازم يشارك ويانا. طبعا في يوم اعتزال صالح العصفور تفوق السالميه المطعم وفاز على نجوم مصر 2-1. بعد رحله عمر سنوات حفلت بالعطاء في ملاعب كره القدم الكويتيه صحيح. والخليجيه والعربيه. قرر لاعب نادي السالمية المبدع صالح العصفور اعتزال ملاعب الابتعاد عن ساحرة الجماهير. والسالمية ذلك النادي العريق الذي قاد فريقه الكروي صالح العصفور سنوات طوال بفهد لم يبخل بالعطاء ولم يقصر بالتكريم، دافع في ذلك إيمان الشيخ سالم الفهد رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بوجود تكريم الرياضيين ممن أعطوا الكثير للوطن وللنادي، فكان الاحتفال الجماهير الكبير الذي أقيمه بمناسبة الاحتفال باعتزال العصفور والتي عاشتها الجماهير العربية عرسا حقيقيا على أرض الكويت. هذا هني صورة صالح العصفور محمولا على الأكتاف، صورة تعتقد مع بنته، وهني باقة ورد الشيخ سالم الفهد، ويبدو صالح سليم رئيس النادي الأهلي، وهني صالح سليم يتوسط الشيخ فهد الأحمد والشيخ سالم الفهد، وإكرامي يتبادل هدايا مع العصفور، والبلوشي عبد الله يحاول خطف كرة من لاعب الأهلي في وداع عصفور السالمية. المباراة قيمت على نادي كاظمة بحضور جماهيري مميز يستاهل والله أبو عبد الله. أيضا شخصيات مرموقة، صالح سليم من الشخصيات المحببة للأهلاوية والمصر، أيضا الشهيد فهد الأحمد من الشخصيات اللي الكل يحبها. المباراة انتهت 2-1 مثل ما أسلفنا، العنبري هدفين، الهدف الأول ولا أروع، وزكريا ناصف قدر أنه يحرز هدف الشرفي لنادي الأهلي. طبعا في مساء يوم 30 اكتوبر عام 1984 جرت مراسم حفل اعتزال اللاعب الكبير صالح العصفور، مشاركة الأوساط الرياضية الكويتية والمصرية وشباب دول الخليج العربي، وحضور 17,000 متفرج امتلأت بهم من درجات استاد نادي كاظمة. طبعا في يوم اعتزال وتكريم اللاعب الكبير نجوم الخليج وافدوا إلى الكويت للمشاركة، صالح النعيمة، فهد المصيبيح من السعودية، حمود سلطان من البحرين، منصور مفتاح من قطر، نجوم منتخب الكويت ايضا شاركوا، الدخيل فيصل الدخيل، عبد العزيز عنبري، عبد الله بلوشي، ونجوم السالميه تالقوا، ولاعبوا مصر ابدعوا كرامي، ماهر همام، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، زكريا ناصف، وغيرهم الاسماء اللامعه التي تدرج صارت النادي الاهلي المصري تحت اسمها. طبعا النادي الاهلي طبعا كان بطل افريقيا ويواجه ايضا نادي السالميه المطاعم بالنجوم. تخيل انت قلب الدفاع محبوب جمعه وصالح النعيمه، وقدامهم عبد الله بلوشي، وخلفهم حمود سلطان. يعني طبعًا صعبه طبعًا انك تقول، بس ايش رايك نطلع فاصل ونتابع بقيه حلقتنا؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خليكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة بقية حلقتنا، وإحنا مع مجلة الرياضي كانت تتكلم عن اعتزال الكابتن صالح العصفور في نوفمبر 1984. طبعا مفاهد مباراة 2-1 لنادي سالمية. سالمية تفوق في الشوط الأول، سجل عبد العزيز عنبري هدفين، هدف الأول في دقيقة 29 وهدف الثاني في دقيقة 36. رجحت كفة الأهلي في الشوط الثاني وتمكن زكريا ناصر من تسجيل هدف الأهلي الوحيد في المباراة. طبعا حمود سلطان نجم المباراة وزكريا ناصف سجل هدف الأهلي. هذه جماهير الكويت ومصر تمازجت في استاد كاظمة السالمية المطعم بنجوم الخليج، وهذا حمود سلطان كان نجم المباراة. هذه طبعا صور جميلة كذلك. صحيح، كان اعتزال مميز بصراحة، يعني أغلب النجوم يمكن يحسدون أبو عبد الله على مباراة الاعتزال كحضور جماهيري وكعرض ومستوى، وكانت مباراة جميلة جدا، والأجواء أجواء كروية في شهر 11 كانت أجواء حلوة بالكويت. الرياضي وأول حوار مع كارلوس ألبرتو بعد مغادرة الكويت: الكرة الكويتية بخير وابتعادي عنها أردت منها التغيير. صورة لمحبوب جمعة: خروج الكويت من تصفيات لوس أنجلوس مفاجأة لي، وجدت طموحاتي في منتخب الإمارات. هذا في حوار مع الزميل فهد رشيد. صورة لمحبوب جمعة، صورة لعدنان الطلياني. فهد رشيد كان مميز في اللقاءات، كان يقطف النجوم، وسوال كتاب اسمه نجوم الخليج. قالوا لي أيضا كارلوس ألبرتو يقول يعني أن ابتعادي كان أردت منه التغيير، يعني من وجهة نظري الشخصية. نعم. يعني الجيل الذهبي لو كان مستمر ويا زقالو ممكن كان يحقق نتائج أفضل من كارلوس ألبرتو. يعني كارلوس كان يعني يلعب باسلوب انه دائما يسكر المنطقه ويلعب باسلوب دفاعي، مع ان احنا كنا افضل في اسيا وكان عندنا نجوم من 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 من, من افضل النجوم على مستوى اسيا. طبعا يقول منتخب برازيل في محنه ومستواه في انخفاض، هذا سنه 84 مع ان 86 كان المنتخب منافس. يعني المنتخب مو يعني في منتخب ممتع مثل فريق هارلم كره السله. نعم. شوفه يمتعك يعني بشغلات. نعم. لكنه ما يحقق بطولات. نعم. وهذا اللي كان يقصد منه كارلوس ألبرتو. نعم. طبعا نروح لموضوع اخر ابو فهد. ايضا كنا تطرقنا ان الامارات والسعوديه الى سنغافوره. اي نعم. اعتقد انهم وصلوا كاس اسيا في سنغافوره. نعم صحيح. وهذه اول وصول للمنتخبين. منتخب الامارات سبق ان لعب في كاس اسيا سنه 80، لكن المنتخب السعودي هذه أول مشاركة في البطولة وأول مشاركة يحرز فيها يعني. نعم. البطولة شوف يمكن هنا موجود الخبر. إيه طبعًا بعد فوز إنجلترا على فنلندا الصحافة البريطانية تعلن الولاء للمنتخب الإنجليزي. هذا المدافع كيني سانسوم سجل هدفًا بمرة فنلندا، وهذا الكابتن الإنجليزي المتألق برايان روبسون. هذا لاعب المفضل برايان روبسون. برايان روبسون قبل يلعب بيونايتد كان يلعب بفريق أعتقد بسويتش تاون. نعتقد. وهذا طبعا مارك هيتلي هل يكون منقذ الهجوم الانجليزي؟ مارك هيتلي ايضا نجم من نجوم انجلترا، شارك في كاس العالم 86 لكن ما استمر، حل مكانه جاري لينكر. نعم طبعا. لكن هني الخبر اللي قلت عنه كنا. نعم اي والله. وطبعا ابو فهد تتكلم الحين في الدور 16 لكؤوس اوروبا الثلاثه، ليفربول وجوفنتوس اقوى الاقوياء. تصدر اسد اسم المهاجم ايار رش العناوين بعد عودته المظفره بتسجيل 3 أهداف في مرمى نادي بنفيكا البرتغالي. زين، ليفوز ليفربول 3-1 ويؤكد البطل قدرته في الدفاع على اللقب الاوروبي. صحيح. رقم تاخره في دوري بلاده المركز 17، وبذلك يسافر ليفربول مع مشجعي إلى لشبونة يوم 7 نوفمبر القادم، وهم متفائلون بالانتقال إلى دور الثمانية في كأس الأندية أبطال الدوري. يعني ليفربول وجوفنتوس أقوى الأقوياء. وصلنا تجوري نعرض هذه الصور، صورة طبعا توتنهام، فريق توتنهام معهم أرديلوس والأرجنتيني الثاني بولحية عرفته. إيه. إيه. وتألق بيلا. نعم فيلا فيلا، وتألق رومانيجا مع انتر ميلان، وايار راش يعود تسجيل في اوروبا. هذا ايار راش مهاجم خطير. ايار راش الويلزي افتقد كاس العالم، دائما نجوم ويلز او نجوم ويزين في الدوري الانجليزي. نعم. مثل رايان جيجز وايضا ايار راش وايضا جورج بيست كانوا نجوم في الدوري الانجليزي، لكن منتخباتهم ما كانت توصل لكاس العالم. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا،
لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكر زميلي فهد عبد الجليل على السرد الجميل لهذه المقتنيات أو المجلة مجلة الرياضي. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.